يعني نتشرف دائما بزيارة دولة الرئيس نبيه بري في كافة الظروف، وخاصة في الظرف الحالي اللي عم بيمر فيه البلد، إن كان على المستوى الصحي اللي منطلب إنه يكون الإجراءات جدية وليست فقط على ورق، لأنه لبنان فاق التحمل وقدرته التحملية بمواجهة الكورونا. فكانت مناسبة لأنه كترت علينا المصايب بالبلد بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي ووضع الفساد والإصلاح. نحن طبعا شدينا على إيد الرئيس بري مثل ما شدينا نشد على أيدي كل اللبنانيين على ضرورة التوصل إلى برنامج عمل إصلاحي جدي ضد الفساد، يصلح كل الموبقات اللي حصلت في البلد على مدى سنوات وسنوات طويلة، واللي وصلنا لوقت عم ندفع ثمنها اليوم بشكل كتير كبير وبأثمان باهظة وأكبر من قدرة اللبنانيين على التحمل. ولما اليونسكو بتقول أنه صار أكثر من 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، علينا أن نتعاطى بهذه المواضيع بحد كبير من المسؤولية والجدية، لأنه لا الدولة بقى بتتحمل ولا البلد بقى يتحمل. فهلق الأولوية بالنسبة لنا وللرئيس بري هو الالتفاف حول السلطة الشرعية بالبلد وما تبقى من السلطة الشرعية التي تمثل وحدة اللبنانيين. وعلينا كسياسيين وكمجتمع مدني ومثل ما بدكم سموها الالتفاف حول بعضنا البعض لننجز أو نقدر ننجز شيء مش لصالح فلان أو فليتان بالبلد بقدر ما هو صالح لكل اللبنانيين تحت سقف وحدة اللبنانيين والقيادات اللبنانية بمقاربة الملفات الخطيرة اللي عم بتواجهنا على كافة المستويات. والوقت صار ضد مصلحتنا وضد مصلحة البلد، الرهان على الوقت صار مكلف أيضا بشكل كتير كبير وصار عم بيحط أعباء على اللبنانيين. نحن بغنى عنا بهذه الظروف، فعلينا أن نتوحد ونقوم بمقاربة واحدة حول الحكومة المقبلة، ليجب أن هي تتحمل مسؤولية مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء اللي وصلنا له في البلد. فكانت كل هذه المواضيع محور بحث بيننا وبين دولة الرئيس، وكان عندنا طبعا نفس المقاربة ونفس النظرة لهذا الموضوع. ما في يسمي، ما في يقول انه صار في اتفاق هلق، بس في يقول انه هنالك مساعي جديه بهذا الموضوع. اجتماع الرئيس بري دوله الرئيس بري مع فخامه الرئيس كان حسب ما فهمت جيد، وستستمر المشاورات بين كافه الكتل النيابيه. اهم شيء قبل ما نتفق على الشخص بغض النظر من هو هذا الشخص، يجب أن تكون حكومة قوية وقادرة بمواصفاتها، وبذات الوقت أن تكون متفق، أن يكون متفق على البرنامج لهذه الحكومة، لأنه كفى بقى الرهان على أشخاص. الرهان يجب أن يكون على برنامج عمل منسق بين الحكومة المقبلة وشكلها وإرادتها مع المجلس النيابي، والرئيس بري حاضر في هذا الموضوع طبعا بعهدة كلها وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية، أن يكون أيضا المشرف على عمل هذا البرنامج وعلى تطبيق هذا البرنامج، وساعتها
الأشخاص ما بتعود مشكل، ساعتها الأشخاص يتفق عليها. بس المهم أن نضع القطار على السكة الصحيحة، وأن نخرج من سياسة أرضاء فلان أو فليتان على حساب الشعب اللبناني، ونحط يكون في اتفاق واضح على برنامج عمل الكل يلتزم فيه، ونحط مهل نقول خلال 3 أشهر خلال 6 أشهر يطبق هالبند وهالبند وهالبند، لنقدر نخرج من هذا المستنقع اللي حطينا حالنا فيه ومن الدائرة المفرغة اللي نوضع فيها لبنان. هل لمست الرئيس بلي انه في حكومة قريبة، في تكليف قريب، هو مرشح الرئيس سعد الحريري؟ يسعى الرئيس بري بكل جهد لتوسيع دائرة المشاورات ما قبل التكليف، ووضع برنامج العمل الذي سيتفق عليه مع القوى، والذي سيتفق عليه مع رئيس الحكومة اللي بده يتوكل اللي بده يتكلف، بإطار تشاور عام، والكل يلتزم بالمشروع الإصلاحي ببنوده. مش قصة عم نشيل فلان لنجيب فلان بغض النظر مين. القصة قصة الالتزام بورقة عمل، لأنه فعلا مش حكي، لبنان ما بقى يتحمل أكثر من ذلك، ما بقى يتحمل لا تجارب ولا بقى يتحمل حدا يجي يجرب فينا. في ورقة عمل، هذه الورقة العمل يا الكل بيلتزم فيها مسبقا وتؤلف الحكومة ويتم التكليف بناء على هذه ورقة العمل هو هذا البرنامج، والمجلس النيابي يلتزم فيها، والحكومة شو ما كان شكلها تلتزم فيها. شكرا.